فيني حاورك واسألك كم سؤال؟ حبيت. أكيد، تفضلي. شو أكلتك المفضلة؟ الملوخية، بس كمان بحب أكلات الزيت. مو سوشي يعني؟ هلا كتير بحب السوشي، بس ليش هيك توقعتي؟ لأنك قايس حالك بالخيط، ما توقعتك بتاكل ملوخية مثلنا. بفهمك، يعني أنت إلك الظاهر، بس ما بتعرفي مهند منين طلع لحتى وصل لهون. بفهم إنه من ورا كل شوفة هالحال في قصة كفاح؟ مع التحفظ على شوفة الحال، بس إيه، يعني فينك تقولي إني طلعت شوي شوي. احكي لي أكتر. لما نزلت على الشام لحتى أدرس إعلام، كنت مثل الضايع. البلد بلعتني بلع. سكنت بحارة قديمة، حارة هدى، بتعرفيها. كان السقف يدلف علي مطر، خيالي يتعبى أحلام، والسطل يتعبى مية مطر. وهيك ضليتني عم بشتغل على أي فرصة عم تيجيني وآخذها لحتى أقدر إني أعمل منها شيء. كرمال الشهرة ولا مشان تغير الغرفة؟ هلا هدول إجوا تحصيل حاصل. أنا كان كل هدفي إنه عوض أمي وإختي عن الفقر والحزن اللي عاشوه.